الأخ الرئيس، كيف قرأتم وقرأ الأخوة في الأمانة العامة هذا الاستجواب ولم يصابوا بالغثيان والقشعريرة؟ هل أصبح من الطبيعي أن يتهم أحدهم مواطنة كويتية حتى وإن كانت وزيرة باستحلال الخمور والبارات؟ هل أصبحت سمعة المرأة الكويتية يتم المتعامل معها بهذا الاستخفاف؟ هل نحن في مجلس تشريعي عريق تجاوز تاريخه 55 سنة؟ أم أننا في دولة القيل والقال؟ استحلال البارات والخمور واعتباره الدعوة لشعيرة إسلامية ثابتة لا خلاف عليها، وهي شعيرة الحجاب والتي قامت بها وزارة الأوقاف، هي حملة لشق المجتمع وغيرها من المخالفات. مما فقد اتهمني النائب في صحيفة استجوابه قائلا: واستحلال للبارات، واستحلال للبارات والخمور واعتبار الدعوة للحجاب حملة لشق المجتمع، وهذا والله كذب وتدليس وافتراء. قد ينجو منه الدكتور عادل في الدنيا، ولكن الله سيحاسبه عليه يوم القيامة. فأنا وكما بدأت حديثي، امرأة كويتية ولدت على هذه الأرض وترعرعت في أحيائها، وعائلتي عائلة محافظة لها احترامها ووقارها، فكيف يستسهل هذا النائب أن يكتب عني ما كتب دون دليل أو برهان؟ قبل سنتين تقريباً، وبالتحديد في شهر أبريل من العام 2018، تمت دعوتي لحضور مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في أستراليا. وفي هذا المؤتمر كانت جلسة حوارية يسألني فيها الطلبة، وأنا أجيب عن أسئلتهم، أي أنني لم أكن من يطرح المواضيع ولم أذهب إليهم بأجندتي الخاصة. وللأمانة كانت أسئلة الطلبة جريئة وصريحة، وأنا أشجعهم على هذا سواء في هذه الندوة أو في الفصول الدراسية. فسألني المحاور الأخ ضار البليهيس، موجود معانا أتوقع، عن مفهوم الدولة المدنية، وهل تسمح هذه الدولة بالكنائس والبارات؟ فكانت هذه إجابتي على سؤاله. يعني شوف، فكرة في البار أصلاً يعني أنا ما أحب أضرب لها، لأن ما أعرف. لا هو نوعنا مع مدني، هذه دول متقدمة، يعني شوفها تجارة يعني. ما أدري إذا نحتاجها ولا لا، أريد دبي مسويتها وقطر مسويتها بشكلها في الثاني. يعني مقاعدة فأنا أعتقد أن ما أدري إذا الكويت اليوم تحتاجها ولا لا، يمكن سببها. يعني الحين مع المشاريع الجديدة وقاعدة سووها، فممكن ان احنا داشين على هذه المرحله. ترى في عندي قانون خاص بالامتيازات الداخليه.